سلام يا بنت الرياجيل الأجواد لكل جديد في عالم يدك تراها نوف ومني تحية تسليم بابيات القوافي والإنشاد من أم هيثم العرابي هدية من أم هيثم العرابي هدية. سلام يا بنت الرياجيل الأجواد الدكتورة نوف مني تحية تسليم بابيات القوافي والإنشاد من أم هيثم العرابي هدية. سلام يا بنت الرياجيل الأجواد الدكتورة نوف مني تحية تسليم بابيات القوافي والإنشاد من أم هيثم العرابي هدية. هنوف يا العصيمي يا فخر البلاد يا بنت ميم العز والمقدرية يا بنت ميم العز والمقدرية يا النادر اللي صيتك بروس الأشهاد بالطيبة والمعروفة يا الأجودية مواقفك في لندن فخرنا بها زاد مع الطلاب انت أم وفية انت ذخر طلابنا وعونة واسناد معهم وقفتي بعزم ومعنوية والكل لك ممنونة بالفضل وبإكشاف يا بنت أبوه الطيبة يا الأبية وعن وقفتك مع ولدي بكل ميعاد أبشكرك والشكر بحقك شوية أبشكرك والشكر بحقك شوية. سلام يا بنت الرياجيل الأجواد للدكتورة نوف مني تحية تسليم بابيات القوافي والإنشاد من أم هيثم العرابي هدية ما انسى جميلك هذا يا بنت الأجواد ورد الجميل تراه واجب علي حتى لو انت في بلاد وانا في بلاد بدعي لك الله بكل صبح وعشية يا بنت منصور يحفظك رب العباس يا أم أحمد يا الأصيل الوفية يا أم أحمد يا الأصيل الوفية ويوفقك ربي للعليا والأمجاد وأيام عمرك بالسعادة هنية ويوفقك ربي للعليا والأمجاد وأيام عمرك بالسعادة هنية. سلام يا بنت الرياجيل الأجواد الدكتورة نوف مني تحية تسليم بابيات القوافي والإنشاد من أم هيثم العرابي هدية ويوفقك ربي للعليا والأمجاد وأيام عمرك بالسعادة هنية وأيام عمرك بالسعادة هنية. همسة فرح لكل جديد.